لا بالذوق، طلع ما عندوش ذوق الباقي. طب والعيال اللي اتحبست دي راحوا على كده؟ مفيش حاجه اسمها راحوا. العيال دي هترجع بالذوق بالعافيه. هترجع؟ ترجع ازاي يا راي بعد ما ترحلوا؟ ترحلوا؟ اه، رحل اتنين منهم، واحد وداه اسم المرج والتاني وداه اسم السلام. يا ابن الكلب، ظباط بقوا بيجاملوا بعض. العيال دي هتخرج النهارده لو على جثتي. بس انا محتاجكم معايا بدنيا. هو احنا اللي حبسناهم يا راي؟ ما يقدر على القدر الا ربنا يا اخي. مش دول عيالكم ولا انا بتهيألي؟ تلات اقسام ابو دنيا. ماشي، الرجاله جاهزه، بس انا عايز اعرف هتعمل ايه؟ هتعرف. انت عارفه يا ماما، يوسف كلمني كتير قوي عنك. قال لك ايه؟ قال انه بيحبك قوي. يوسف؟ اه، وكان عايز يعرفنا على بعض ونتقابل ونخرج مع بعض. يوسف هو اللي قال لك كده؟ طب ما تاخذنيش يا بنتي في السؤال، انتوا تعرفتوا على بعض ازاي؟ اصل انا بشتغل مرشده سياحيه، فساعات يعني كده بحب اشتري شويه حاجات للناس اللي انا بشتغل معاهم عشان لما يسافروا يفتكروا مصر، فكنت بروح اشتري الحاجات دي من عند يوسف في البازار بس، وتعرفنا على بعض. اه، طب ما تاخذنيش برضو في السؤال ده، انا زي امك يعني، حكايتك وصلت لحد فين؟ احنا متفقين على الجواز، بس هو كان محتاج يعني شويه وقت عشان. دي اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ ما انت ما بتردش على تليفوناتي، خفت يكون حصل لك حاجه. وحياه امك ما بردش على تليفوناتك تقومي جاري على البيت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا يوسف؟ في ايه؟ اطلعي انت منها خالص. انت ماما شايفه بيعاملني ازاي؟ ماما دي هناك يا روح امي. تعالي. قلبي يا يوسف كده ما يصحش. خش اقعدي جوه. حرام عليك يا يوسف، حرام عليك. حرام عليا؟ حرام عليك عيشتك يا بنتي. الحقيني يا ماما. بره. ما تكونيش فاكره لما تيجي لامي وتتنحنح لها وتصاحبيها تبقي بتدبسيني؟ لا يا روح امي، انا ماليش كبير. عليك يا يوسف ما تعملش فيا كده. هو انا لسه عملت حاجه؟ قسما عظمه رجلك تهوت ناحيه البنت ده، انا اكون مكسر قالك، فاهمه ولا لا؟ ماشي يا يوسف، ماشي، اعمل فيا اللي انت عاوزه. يلا قول. انك هتجيب خرف. انا لما حسيت ان التمثال هيروح مني ما خفتش، وكنت متاكد ان مش هتضيع عليا، لاني كنت متاكد انك هتعرف ترجعه لي. انا بشكرك. تشكرني على ايه؟ انت رجعت لي فلوس كانت طايره مني في الهواء، انا دفعت دم قلبي في التمثال ده. تمثال لي؟ التمثال ده؟ التمثال ده مش بتاعك يا شيخ. يعني ايه مش بتاعي؟ زمان كان عندي اتنين شغالين عندي، واحد ضحك عليهم ولقى في ودانهم وفهمهم انهم ممكن يستعموني ويكذبوا عليا، وهيحققوا من ورا ده مكاسب ليهم. اللي استعماني عقدته من جنس العمل، عميته. لما الناس عرفت بطلت تستعماني تاني، لكن اللي كذب عليا للاسف سامحته، ففضل يكذب عليا تاني وتالت ورابع. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت مصر تكذب عليا يا شيمي. انا بجد مش فاهم. انا من الاول سالتك التمثال ده يخص حد يخصني؟ انت قلت لي لا، صح؟ بس حضرتك عارف كويس قوي التمثال ده بتاعي. وانت عارف كويس قوي انك من اللحظه اللي كدبت عليا فيها التمثال ده ما بقاش بتاعك. يعني ايه؟ المقابلة انتهت يا شيمي. لا معلش يا دياب، الحوار المرة دي بتاعي. يا عم انا عارف ان مفيش حاجة اسمها بتاعي وبتاعك، بس معلش. يوسف قاعد معاه بيقول لي نفس الكلام، بيقول لي برضه لا. يا عم سيبنا على راحتي بقى. يلا سلام. برضه بيقول لك نفس الكلام صح؟ اه. انا مش فاهم انت محجر دماغك ليه؟ الحوار مش سهل يا ميمي، وبعدين محدش فينا بيعمل حاجه لوحده. بس ده مش شغل يا يوسف. انا اتعلم عليا لوحدي، ولازم اخلص الموضوع لوحدي، انا مش عارف صغير. بس بقول لك ايه؟ الحوار المره دي مع الحكومه، يعني احتمال كبير قوي ما ترجعش. خلي بالك من عمتك ومن سفاحك. انا ماليش غيرك انت وديانا. رايح فين يا رايق؟ يا نص في ايه؟ خد دي. دي ايه دي بقى؟ دي بتدي طاقة، بلبسها كل مرة اجي اتخانق مع الناس في المدرسة. يا عم انا مستني اقعد اكسب. البسها وهتقول ان انا قلت لك.
ايوه بس دي صغيره على ايدي. يبقى حطها في جيبك يعني. ماشي يا سيدي حطها في جيبي. حاضر. يلا طير. ماشي. يلا. عايز حاجه؟ ربنا معاك. سلام. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز المحضر يا باشا والنبي عشان المحفظه بتاعتي ضاعت، فيها البطاقه وشهاده الجيش. يبقى تعالى الصبح. اجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح، مفيش حد دلوقتي، مفيش ختم. طب ما تجيب الختم يا باشا، هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انت نسيت وانا يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف بتكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى يا روح امك. انت بتمد ايدك على روح امك. انا ادي ايدك. ربنا يعلمك الادب، خد الحجز. ماشي يلا قدامي. اقعد افطر علينا كويس قوي، مش عارف هتروح من ربنا فين. خش يلا يلا خد يا جدعان. ما تخلي عليك يا روح امك يا جدعان. مش في ايه يا عم؟ بالراحه، انتوا مدخليني كوكو بارك يعني؟ بطل يا بابا يا روح امك وادخل. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحلة. بقول لك ايه، انا بختي مال من كتر اصحاب الشمال. هو الراي سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والراي سلمنا على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الراي ما بيسلمش اصحابه، الراي بعت النهارده مش اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على طول.